الاسم ديالي منني يوسف، انا رئيس جمعيه الصناع التقليديين لساحه القزادريه. هذا الباركينغ اللي حيدوا لنا من ساحه القزادريه اثر لنا بواحد الشكل كبير، لانه دابا كانوا تيجيو عندنا الكليان ديالنا تيبغيو يتقداو عندنا وتيلقاو باركينغ انه تيبلاصيو فيه، ودابا ما بقاش باركينغ. دابا تيجي الكليان تيبغي يتقدا شي حاجه تيجي طالع عليه الدم تيقول لك انا نص ساعه ولا ساعه لما كان وانا تنقلب فين البلاصه الطوموبيله ديالي وما لقيتش، وكاين اللي تيقول لك انا مشيت في حالتي، الا بغيتي تجيب لي السلعه ديالي جيبها لي، ولا ما بغيتي تجيبهاش ليا راه انا ما لقيتش فين البلاصه في الباركينغ. واش تطلبوا من المسؤولين؟ تنطلبوا من المسؤولين بانه يعيدوا النظر في هذا الشيء اللي داروا ويشوفوا لنا باركينغ، لانه اهم حاجه بالنسبه للعطاره هنا في الملاح وبالنسبه لنا حنا كصناع تقليديين ومالين الدجاج كاع الناس اللي كاع الصناع اللي كاينين في ساحه القزادريه، اهم حاجه بالنسبه لهم هو الباركينغ، لانه لا يعقل يكون سوق تجاري وما فيهش باركينغ باش يجي الزبون يتقدى. شكرا. شاكين اللي كاينه في السوق ها الانعكاسات اللي ولاتنا الناس كتبيع محلاتها، حنا جا سيدنا نصر الله وتشلينا المحلات وتصلحوا كذا، ولكن الباركين تعدمنا فيه ما بقاش نعمسي الناس المحلات كيبيعوا فيهم، الكليان اللي جا ما بقاش فين يوقف، اللي جا ما كاينش فين يوقف، كيوقف دقيقه البلايك كل شيء ديال ممنوع الوقوف كاينين فين ما وقفوا يوقفوا عليه البوليس. ودابا المشكله اللي وقعت لنا هي ديال العمسي ديال الباركين، الناس كتحاول تبيع محلاتها وما لقاو حتى اللي يشري عندنا، اللي يشري عندنا ما كاينش، اللي يشري عندنا نعمسي ما كاينش. كان طالبوا بالباركين يعطيونا محل باركين فين نوقفوا الكليان ديالنا، راه حنا مرتبطين مع الشباب ومع فلاحات المغرب كلهم كيجيو للسوق، الفلاحه مجموعين والعشابه مجموعين، كان طلبوا بالباركين الله يجازيهم بخير يشوفوا معنا يحلوا معنا المشكل، جزاهم الله خير، الله يجازيهم بخير. وعدونا بهذيك الطريق يحلوا لنا، ولكن الطريق هما قال لك مجلس بلدي متابع القضيه حتى نشوف واش كاين، ولكن الباركين راه حنا متوقفين عليه الله يجازيكم بخير، راه حنا تعدمنا راه محلاتنا بغينا نبيعهم، انا والله كون لقيت من نبيع ما نبيع براسي، انا بغيت نبيع وما لقيتش اللي يشري مني، لان ما كاين ما ندير، واش الانسان ما كيتسفال العائلات ديال عباد الله، وكل انسان هنا مرتبط بالخدامه ديالو والعائلات وما كاين وما كاينش فين درنا مراسلات الوالي الاول بعدا والثاني، وهضرنا مع مجلس بلدي وحتى شي واحد ما حل معنا المشكل، حتى شي واحد ما حل معنا المشكل نهائيا، كيقولوا لنا راه غادي نصاوبوا غادي نديروا احنا خدامين، ولكن باقي ما داروا معنا والو، الله يجازيكم بخير. اخر كلمه هو الناس ينظروا من حالنا ويشوفوا فينا يحيوا هذا السوق اللي هو في عمره 450 عام ومرتبط بالمغرب مجموع، كنقول بالمغرب مجموع فلاحات المغرب وعشابات المغرب مرتبط بهم هذا السوق هذا، وكيصبحوا هنا الناس في الصباح وما يلقاوش فين يوقفوا، كيجيو مع 6 الصباح للسوق جايبين عشابهم وجايبين فلاحتهم وما لقاوش فين يوقفوا. راه نعم سي هذا الشيء ما وعاش الملك، نطلبوا الله ييسر هاد الناس يهديهم الله تعالى ويصاوبوا لنا شغل. الله يجازيك بخير. الاسم حرشي محمد، كان احد تجار السوق. من ضمن المشاكل والكراهات اللي كنعانيو منها هو مساله الباركينغ، علاش؟ لان السوق كيعتمد، لان سوق الملاح سوق عريق معروف من تاريخ من حوالي 60 سنه انه كيعتمد على التجاره بالجمله، والتجاره بالجمله كتعتمد على الشاحنات الكبرى، يعني ضروري واحد المرآب اللي يكون قريب للسوق. الاشكال هو ان السوق جات واحد الاستراتيجيه ما عرفناش، شي واحد الاستراتيجيه منهجه انه جاو قصوا جميع ثلاثه الباركينات كانوا كيعتاشوا منهم الناس، جاو لغاوهم. ملي لغاو الناس ولاو الناس كيجي باش علاش بيجي هو بلاصي ما كاين، كيجي سيد شاحنته ما كيلقاش فين بلاصي، كيولي تيقلب على سوق ثانيه باش يجي يضيع النهار كمعاق بالباركينغ، ما يمكنش. والمشكل الثاني هو واحد الطريق، الناس بحكم ان التجاره ولات نقصات فرحوا الناس ملي سمعوا واحد الطريق بدات تحل نص الملاح تقريبا، هذه من 2014 هما كيحلموا لحد الساعه باقي ما شافوا الناس، باقي ما شفنا منها والو، وهذا هو الشيء اللي كاين. شكرا بزاف.